السلام عليكم، مرحبا بالجميع بجميع الحضور اللي التحقوا في الوقت في هذه الحصة المسائية، الحلقة التكوينية الثانية، الحلقات التي يشرف عليها وينظمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. تكون الحلقات هذه تباعا، يعني مرة مع مدام لميا جويني، كان لكم موعد معها في الحصة الأولى الجمعة الفائتة، كل جمعة إن شاء الله عندكم حلقة، والأسبوع هذا معينا، وهكذا دواليك إن شاء الله تعمل الإفادة قبل كل شيء. أنا نحب قبل ما نبدأ، عندي حاجتي نحب نلاحظها. النقطة الأولى هي التوقيت. تعرفوا احنا كمركز وطني للتكنولوجيات في التربية ماحناش أول مرة نعمل دورات تكوينية عن بعد، عملنا في التوقيت الكل. تعرف مدام لميا، انا زملاء حتى في يعني في التوائم الرقميه في غيره، خدمنا في التوقيت الكل، نخدم في الليل نهار الاحد في الليل، الدوره هذه بالذات اثناء اوقات العمل حسب متطلبات العمل. احنا بيتنا نخدموا، رانا نخرجوا اليوم نهار الجمعه، نخرجوا 5:30 نورمالمون، دونك نجموا نعملوها كان تو. وفي انتظار تكون عندكم حلقات في اوقات اخرى. الحاجه الباهيه اللي مكننا منصة تيمز من تسجيل هذه الحلقات، إذا نحن بصدد التسجيل، ونعطيكم إن شاء الله رابط الحصة لمن لم يتمكن المواكبة والحضور يجب يأخذ الرابط ويشوف التسجيل الحصة. ومرحبا بكم الناس. النقطة الثانية دورة ICT Summer. بربي يا لميا، عايش أختي في المحاكاة، خضرين تختجي لك خوما نيش نرى في الكونفرساسيون. إذا كان فما حاجة تستوجب معنا سائر اللي باش نتوقف فيها، قل لي لميا وربي خليك. لميا سمعتني؟ أي يا أحلام، متفقين أختي. أوكي، ميرسي بوكو لميا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ICT Summer، دورة جويليا اللي كانت ناجحة جدا، وعملنا حصص بالحق صباحية مسائية. مشكورين سفراء التوائم الرقمية، مشكورين الزملاء اللي جندوا، مشكورين اللي تابعوا هذه الحلقات. وكنا منذ الانطلاقة مع السيد أحمد بجاوي المسؤول عن التكوين بالمركز، كنا باش يكون معناها شهادة في كل مسار. احنا عملنا 4 مسارات تكوينية، 4 باركور، وكل باركور فيه 4 وحدات تكوينية. اللي يحضر في 3 وحدات من 4 في المسار هو يتمكن من الشهادة. ديبوي مونسار الأسماء القائمة حاضرين، بقى مازالت الشهيد، قعدنا ما نجموش نعديو لكم وننشر لكم الشهيد نتاعكم من غير تصحاح. كان عندنا تغيير في الإدارة العامة، الآن الأمور تنظمت تخي تخي بيانتو بحول الله يا جماعة باش تاخذوا الشهيد نتاعكم. ونحن باسمي وباسم جميع فريق العمل نعتذروا عن هذا التأخير، ومرحبا بكم ونشكركم باش على حضوركم مواكبة الدورة اللي كانت بالفعل شهادات انتم ناجحه وتجندتوا فيها وانخرطتوا فيها فوق 4000 مربي شارك في شهر جويليه في هذه الدورات التكوينيه. شكرا لكم ومرحبا مجددا. باش نتعداو بسرعه للبرنامج نتاعنا. البرنامج اليوم هذا المساء سيكون كالتالي. اذا احنا اول شيء باش نعرف اذابه الجليد بطريقه باش نتعرفوا على بعضنا، خاطر حاجتي باش نعرف شكون معايا في البوبليك باش نجمو نخدموا الورشات مع بعضنا ان شاء الله اللي برمجتها، تو تكتشفوا ذلك تباعا معايا. انا كان لكم موعد هام برشا مع مدام لميا في سامر في الحصه الفارقه، يعني النموذج في ادماج تكنولوجيات معلومات الاتصال، باش نقاربوه احنا. احنا باش نقربوا ياسر اللي تخدموا فيه انتم في القسم، لكن كيفاش نطوروه ونجملوه ونحسنوه بادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال. إذا في هذا في التوظيف في الجزء الثاني، ثم سنتعرف على مصنف بلو تاكسونومي بلو، تصنيف الهرم هذاك التصنيف حسب المراقي العليا والدنيا باش نراهم بعضنا. اللي يهمنا برشا في إعداد سيناريوهات بيداغوجية بإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال باش يكون في ورشات مع بعضنا. ثم تقييم للحصة. أول حاجة كما قلت هي إذابة الجليد، لهذا الغرض باش نعطيكم أنا في الكونفرساسيون رابط باش يهزكم الجوجل سلايد، باش نوريها لكم ونعطيكم رابط باش تدخلوا لها.
لحظة تبارك الله نشيلها ناخذ الرابط دونك هلا دونك في المحادثات قبل ما تمشيو تحلوها تبعوا معايا شوفوا شنو باش تعملوا بالضبط هنا حطيت الرابط ما تبعوا معايا برك نوريكم نقول سلايد شنو مطلوب منكم حاليا دونك هي إذابة الجليد كما قلت باش نتعرف على المربين ولا الإطار التربوي اللي معايا في الحلقة هذه باش نحاول نعملوا مجموعات حسب مجال التعليم عنا مجال العلوم في المرحلة الابتدائية كل واحد يعني ينتمي لهذه المجموعة اللي قري مجال العلوم يعني إيقاظ رياضيات تكنولوجيا باش يكتب لنا الاسم واللقب والمؤسسة التربوية والجهة كيف كيف عندنا مجموعة مجال العلوم في المرحلة الثانوية الزملاء إذا كان أنا في المرحلة الثانوية في من ندرس مجال العلوم باش يحط اسمه في الجدول هذايا ثم مجال اللغات في المرحلة الابتدائية لغات عربية أو فرنسية أو إنجليزية أو حتى لغة إسبانية أو لغة أجنبية أخرى ألمانية دونك يحط اسمه في الجدول هذا إذا مجال اللغات في مرحلة ثانوية كيف كيف في الجدول هذا مجال التنشئة الفنية المرحلة الابتدائية ومجال التنشئة الفنية أيضا في المرحلة الثانوية نسيت أنا كلمة الفنية مش مشكلة ثم مجال التنشئة الاجتماعية هي تربية مدنية وتاريخ وجغرافيا كيف كيف مجال التنشئة الاجتماعية المرحلة الثانوية دونك إذا معايا مربي في المجالات هذوما باش نحطوا أسمائنا حسب الانتماء ملا توا باش تمشيو لهيك الرابط لهيك الرابط اللي حطيته لكم في المحادثات تنقروا عليه ديجا فما شكون دخل ونحاولوا نكتبوا اسمنا في المكان المناسب اذا العدد شويه في كل مجموعه تو نجمع حتى ابتدي سنه من بعد في العمل جست وقتني نتعرف عليكم ومن بعد تو نشوف كيفاش طريقه العمل مع بعض ان شاء الله به ايوا عندي تو واحد دخلوا ولا تمشي في الشريحه اللي تناسب انت المجال اللي تقري فيه والمرحله التعليميه دونك عندكم المجالات الأربعة مجال اللغات مجال العلوم مجال التنشئة الاجتماعية ومجال التنشئة الفنية إذا أنت في مرحلة ابتدائية ولا ثانوية تختار الجدول المناسب اللي تسجل فيه اسمك ومرحبا بكم أنا من عشك ذي كوشي ما نشرته هذا اليوم قلت رجاء أنا اللي بشي تربع الحلقة ماذا بيكم بالحاسوب يكون الاستعمال والممارسة أسهل باش تكون أكثر جدوى عندما تقولوا باش تكون حصة تطبيقية اللي خدمتوها مع مدام لميا واللي تخدموا فيه أنتوما باش نطوروا في إطار إدماج التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم والتعلم في أقسامنا مع منظورينا مع وليداتنا باه مرحبا بكم دونك نرى في زملاء قاعدين يسجلوا فوالا قداش عندنا حضور لميا الى حد الان سينو اكتبوا لي في الشات قداش عندنا حضور ولا تمشي نشوف مش مشكل نخرج ونرجع في ساعه مشاركه الشاشه فقط نمشي للمحادثات الشباب Très bien, y a-t-il comme ça? On a 31 Ahlem. 31 jusqu'à maintenant. Inch'Allah, Zid, vous le tachouz. Bien, bien, bien. Et je vais vous donner la date de Inch'Allah. Choukra, Lamia, Rabbi Fadlik. Donc, je n'ai pas de fait majeur l'ouloum. Sayyid Aziz Chouigi, Mil Mahdiya, Marhaba, Mil Mahdiya, Madame Nama Touibi, Mil Gafsa. مرحبا بك سيدة وفاء السعداوي سيدي بوزيد قاعدين نحوسوا في الجمهورية جميل جدا ممتاز سي مجيب مرحبا بك خويا نابل ما سي مكرم الحامي من قصة إناس جاموسي دونك اللي قري في مجالين باش نلقاه اسمه هنا وهنا داكوغ ياس جاموسي صفاقس
مفيدة حسين قرصة، حميدة بن عائشة حركنا، مرحبا بالوزير حركنا. دمامة دويبي في الموجودة في المجالات الكل، مرحبا بك. لا ما زلت مانيش نرى في التنشئة الاجتماعية ولا دونك ما فماش تاريخ جغرافيا معنا للأسف، وهما هذوما بالحق مجالات يلزمهم تغيير كامل في تمشي البيداغوجي مع الكلمات. يعني التكنولوجيا تمكننا باش تكون بالحق حصة نشيطة في التربية المدنية والجغرافيا والتاريخ، طريقة ترغب الكلام ده، طريقة يستفادوا منها. هذا نحتاجوا له هذا التغيير في المجالات هذه. أكيد اللغات ما شاء الله يعني بطبيعتها هي لغات، نقول لغات حية معناها فيها المجال باش تكون طريقة نشيطة، ونزيدوها التكنولوجيا تولي بالحق محفزة التلاميذ، تحمسهم وتلزمهم. خاصة ما تكفيش التحفيز motivation، لازم engagement الالتزام، يلتزم التلميذ يتحمل المسؤولية ويكون واجبه. خاصة احنا تعرفوا لي اهدافنا يعني هي صناعة بين ظفرين جيل المستقبل، اعدادهم ل future معناها للمهن المستقبل. ولا ما فماش مهنة في المستقبل بدون تمكن من أبجديات التكنولوجيات الحديثة والتعامل بها على الويب. أكبر الشركات تخبر كان بالتكنولوجيا وتعرف العمل عن بعد، الاتخاذ، الذكاء الاصطناعي، كله مجالات المستقبل، معناها مهن المستقبل، السيكوريتي، بيك داتا، يعني الملفات كما نقولوا الكبيرة الحجم، بيك داتا، البيانات الكبيرة، البلوكشين، هيك السيكوريتي في المؤسسات والبنوك، كل هذه مهن المستقبل. لايوتي أحلام، إنترنت الأشياء، إنترنت الأشياء. مازالوا ما دخلوش برشا، راهو ساهل تنقروا اللي التحق توا بربي، فما رابط في الكونفرساسيون نعاود نحطه لكم، نعاود نحطه. ماذا بكم تحلوا الحاسوب للعمل من بعد، خاطر من بعد كل مجال راهو باش يدخل في قاعة باش يخدم ما بعد، كل مجموعة باش تخدم ما بعد. بعدين ليس الآن، عاود حكيت لكم رابط الإنترنت عندك ضعيف ما تنجمش تحل. مرحبا بيك ماني مش مشكل على غالب هذه الإشكاليات لازم منها، وإحنا مع ذلك نعمل بالموجود ديما نخدمه، ديما نقول هنا باللي موين دوبور اللي موجود عندنا نخدمه به، وأكيد نخدم باللي موجود خير من اللي ما نخدمش. هذايا بالتجربة متأكد منه، وخاصة الإمباكت على التلامذة، تعمل مجهود شوية تلامذة معاك معناها تغير الطريقة، أكيد باش تكون النتائج أفضل وأحسن. مرحبا بك، أكيد باش تكون ولية، وإذا باش تكون حتى ولية باش تكون في التربية، خاطر التربية مش كان المربين، هي مربين، مديرين، متفقدين، أولياء، إدارة، كلها هي التربية. ما بعدنا الكل يد واحدة ما تتفقش، خاصة وليداتنا تو محتاجين الناس كل. ولي مرحبا بك، ولي كما قلت بالحق مسؤول على تعليم الكبار، هاك بالتربية خويا والتعليم، وولي دونك في صلب الموضوع. مرحبا بك. باهي نخليكم تواصلوا، اللي ما سجلش يسجل. نرجع إذا نرجع مع بعضنا، شكرا على التفاعل. دونك هذا الولايات برشا ولايات موجودة من الشمال والجنوب، هذا يسعدني برشا. نواصلوا.
إذا توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال، عملت نقطة استفهام، لأنه بالحق التكنولوجيا أصبحت وسيلة مهمة لإحداث تغييرات جوهرية في العملية التربوية. وقد أثبت استخدام هذه التكنولوجيات الفعالية في مجالات كثيرة متعددة. هذه من التجارب الناس اللي سبقونا في العالم، في التربية، في المؤسسات، في الاقتصاد. يعني التكنولوجيا عندها فاعلية بالطبيعة إذا نحسن استخدامها ضمن بالقوة. احنا ما احناش في مرحلة رابش نقولوا ما نعرفش نستعملوا، احنا مازلنا يمكن في المرحلة هذه بالحق اللي مازال التوظيف يلزموا برشا معناها تأثير، لكن هما تجاوزوا المرحلة هذه وتبارك الله في التجارب في الاقتصاد في التربية. التكنولوجيات الحديثة أثبتت الفعالية بتاعها. هي بالفعل لا تتيح الوصول إلى المعلومات والسرعة في إنجاز المهام ولا الأنشطة فقط مع منظورينا في القسم، وإنما يمكن هذا الإدماج أيضا من الوصول إلى المعرفة كجزء من سيرورة كاملة في عملية التعليم والتعلم. يمكن التلميذ من تنمية قدراته على البحث، على التجريب، إعمال الفكر النقدي وهذا هام برشا، اتخاذ المواقف، حل المشاكل، العمل التشاركي، يعني والمزيد والمزيد من المجلوبات ولا كما نقول الإيجابيات في هذا توظيف التكنولوجيات في أقسامنا مع منظورنا. ثلاثة أسئلة طرحناها وفي العنوان كانت موجودة حتى في المنشور على صفحة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية: لماذا، متى، وكيف. ما بعد ما مش نحاول نجاوب على الأسئلة هذه. ما الهدف من إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العمليات التعليمية؟ هذه باش نعطيكم المجال أنتم كل حد باش يعطي إجابة قصيرة في هذا المجال. لهذا الغرض باش نحط لكم الكود اللي تراوه فوق هنا على اليمين 3-7. أنا استعملت هنا كلاس بونت العرض بتاعي. دونك فما رمز اللي هو 3-7-9-3-0 باش نحطو لكم في المحادثات. لكن قبل الرمز باش نمشيو على classpoint.app. هاني باش نكتبها لكم باش تاخذوها في المحادثات مباشرة. دونك من بعدنا نمشيو. بسم الله. classpoint. عفوا. عربي مش عارفه رأسية هنا وآب تحط كلاس بوينت وآب باش تحط اسمك ثم الرمز اللي هو 3-7-9-3-0. عبارة أنا بالكلاس بوينت أنشأت قسم، قسم عنده رمز، كل قسم نقوم بإنشائه على كلاس بوينت له رمز نخدم عليه. كل مرة تلميذ يمشي للعنوان classpoint.app يدخل الرمز للتفاعل والإجابة على الأسئلة. خليكم باش تاخذوا classpoint.app ثم الرمز قبل ما نفعل لكم السؤال، مازال ما يظهر لكم شو السؤال. دونك حتى اللي ما عندوش حاسوب يجم بالهاتف نتاعو بأي معناها جهاز، أي ديفايس، تابلت ولا سمارت فون ولا حاسوب ولا حاسوب محمول، تجموا تخدموا الأنشطة التفاعلية هذه معايا. نرجع نشوف معهم السؤال. عندي خمسة بداوا يدخلوا على القسم على الفصل. هاي مكتوبة زادة قدام classpoint.app. خذوا انتوما في النافيغاتور في المبحر بتاعكم، كانكم على جوجل ولا على ادج ولا على اوبرا، ما نعرفش كيف تستعملوا موزيلا، خذوا تربيع جديد الفوق من الحلو انوفيل انجلي واكتبوا لادريس classpoint.app. كيفكم على الهاتف كيف تمشيوا للبراوزر للمبحر الخاص بكم اللي تخدموا به، تكتبوا classpoint.app باش تدخلوا الرمز والاسم واللقب. ثمانية دخلوا، يلزمنا راهو اوموا 20 ولا 25، العدد 31. فما البعض عنده بعض شوية إشكاليات وضعف إنترنت. دونك العدد نحبوه باهي باش نجموا نخدموا مع بعضنا إن شاء الله ونتفاعلوا مع بعضنا. ديت واحنا نقولوا ادماج تكنولوجيا هي نشط قسمي مش نحفز المتابعين اللي هما تلامذة. احنا كيف كيف في الفورماسيون نحاول نوظفوا
هذه التكنولوجيا باش نتفاعلوا مع بعضنا مع هيك الطريقه الافقيه، يعني واحد يعدي بريزونطاسيون نتاعو هو يتكلم ولا ساعه يتكلم والناس تسمع كهو، نتفاعلوا مع بعضنا يتعمل فايدة، نستفيد منكم وتستفيدوا مني. بالعكس انتم الخبراء في المجال هذا، وانا اليوم نقول لكم انا باش نزيد نستفيد منكم، عندي تجربه صغيره وخبره صغيره في المجال هذايا، لكن انا نحب نتابع كل جديد ونحب نكون يعني عندي التحيين لما للتملكات اللي عندي نحينها ونحسنها، نتعلم من عندكم انتم اللي عندكم خبره في اقسامكم توا اكثر. التكنولوجيا متاحه للجميع، نحاول نستعمل حاجات مجانيه فري على الويب ما بعضنا، يعني ما استحقش لا مصاريف لا حتى شيء، فقط تكون انت عندك الانترنت عندك حاسوبك باش تعد الخدمه نتاعك وتعد العده باش تعمل القسم نتاعك تحيي من جديد وترجع روح القسم وليك انت، يعني اجواء تولي حماسيه في الفصل في المؤسسه، المربي يولي فرحان بالحق خاطر احنا شنو لذه المربي، هو يوصل هيك المعلومه تلاميذه ويحسها وصلت تلاميذه وهما فرحانين، نحبوا التلميذ وهو يوصل كيف في بيت في الليل يستنى وقتاش يمشي المؤسسه نتاعو. عندي 18 مشارك سي بيان زيدوا شويه لو سمحتوا، كلاس بوينت بوان اب قبل ما نفعل السؤال باش تنجموا تكتبوا الاجابه باش تكون شورت انسر بجمله قصيره 19 اي 20 ونفعل السؤال. كلاس بوينت بوان اب الرمز 37930 مكتوب عندكم في المحادثات. مدام احلام وي تفضل مرحبا. عندك رفع يد مدام رحيمي. من الاول هي رافعه يدها، نستنى كلها تستنى شويه استنى شويه نكملوا العصب الذهني ان شئنا هذا الميزونطران تاع الدخله ونعطيوها الكلمه لميا. تحب في انتظار دخله لميا تعطيها انت الكلمه نسمعوها ميساج اللي يزيدوا 20 وصلنا توا في الكلاس بوينت. تجم لميا تحلل الميكرو ميساج شوفوها اذا كان قلنا مدام الحيمي من الاول من اول حصه من قبل حتى ما نحل رافع يدها يمكن نسيتها فهمت لميا ريتا من الاول بالكل. مدام الحيمي حل الميكرو تفضل تكلمها. مدام سلوى الحيمي عسلامة. وي عسلامة مرحبا بكم. اهلا بك مدام سلوى مرحبا تفضلي سيدتي. يعيشك ميرسي بوكو. تدبر انا نشكركم برشا على لي فورماسيون اون لين طونك نحنا ما نجموش نكونوا حاضرين بريزونسييل، يعني دونك اوكازيون باهيه باش الواحد ينجم سو فورم اون لين ديجا لوبورتونيتي باهيه برشا الكل انترفونون يعني في السيستيم ايدوكاتيف الكل كيل كو سوا انسيون ولا اي بوست اخرى دونك اوبورتونيتي حلوه برشا. ميرسي بوكو انكور اون فوا. Donc, je me présente, اسمي سلوى الرحيمي, أستاذة فرنسي من القاسري. Donc, نفرح برشا كي تبدأ هكا دي فورماسيون أون لين. فيو البعد يعني. رافعة إيدي دون بار راهو بار ديفو على خاطر أنا ماشي في بالي سالو جو سوي. دونك جي سوي دونك هذاك معليش. أي عرفت حتى أنا مدام سلوى خاطر قبل ما انطلقت ولقيت اليد مرفوعة ونسيتها وانت وكا حبيت بها سالي هكا سالي وزدت تعرفنا عليك عن قرب اكثر مرحبا بك ونورتنا لك اضافه عيشك ميرسي انفينيمون. دونك نستفيد من لوكازيون هذه انا خاطر بالتليفون نكونيكتي معاكم فيو اللي بورتاتيف نتاعي نخليه في المؤسسه على خاطر ديما نخدم به غادي دونك دورينا فونتو نعاود نجيبو معايا. عندي اون كيستيون فقط لو كان تعاود تذكرنا كيفاش نجم ندخل تو باش نجاوب على السؤال نتاعك من التليفون نتاعي فقط على الهاتف ولا كلاس على الهاتف خذ جوجل عندك على الهاتف ولا اي براوزر واحد اخر عندك اي مبحث ومشي اكتب في البار دادريس في شريط العنوان كلاس بوينت بوان اب كيما مكتوبه في السلايد تاو داكور اي هي ومش تدخل بعدين اسمك والرمز اللي موجود على اليسار على اليمين 25 سافا توب هذاك اقصى ما نجم نستقبل توب مشاركين سي بون 37930 داكور الرمز اوكي اي تنجم تو تسكر الميكرو مدام ميرسي انفينيمون نعيشك ميرسي عايشك نشوفها على السؤال يا جماعة تجمو تبدأوا تجاوبوا
نحي الموسيقى خلينا نقول رسالة سي بون صافي. لا كرياتيفيتي باه سي بيان. الترغيب علاش ترغيب كرياتيفيتي فما خلق répondre aux besoins des apprenants en prenant en compte les différences individuelles entre les apprenants et en offrant des opportunités d'apprentissage pour tous, quel que soit leur lieu ou leur statut social. Très bien. Oui, c'est Khalid. Vous avez dit, il y a des choses. Je vais vous poser une musique dans le classe. Ok, 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 merci. Lamia. Oui, donc, il y a des choses. نبعدوا عليها تسهل يعني كي نقولوا احنا البعيد تبدو قريب وديما ملي ظهرت الانترنت احنا نقولوا العالم ولا قريه صغيره اي وي سي سا تقريب التلميذ من المعلومه تطوير الوسائل البيداغوجيه تسريع عمليه التعلم وربح الوقت نعم فما ان غان دو طون سي فري نتعب لكم شويه في التحديد لكن بالخبره نولي تاك تاك وتربحني الوقت برشا تولي في الأول صحيح باش نتمكن شوية من الأدوات إلى غير ذلك، مي كل آخر أنا بالتجربة نقول هو عمل ممتع ومحفز للمربي وللتلميذ، التجديد، تحفيز، لي نوفيل تكنولوجي أوفخي نوفيغتور سور لو موند، أن دونون أكسي أن نومبر إليميتي دانفورماسيون إلى بوسيبيليتي دو كومونيكي أفيك دي إترانجي، إلز أبورت أون بليس أون بلو غراند باردون موتيفاسيون أوز أبخونون. Elle donne à l'enseignant la possibilité d'accéder voilà, à beaucoup d'outils pédagogiques. يعني بالحق مجال رحب مفتوح كل واحد يتخير الأداة المناسبة في الدرس نتاعو في المرحلة المناسبة حسب الهدف نتاعو تو نراو هذا وهم برشا التفاعل والتفاعل في الفصل إضفاء روحة جديدة على الدرس، تسهيل عملية التعلم، تطوير المعلم من نفسي ومواكبة التطور، أي المعلم لازم يكون ما يخليوش تلامذته تتجاوزوا، لازم يكون معاهم يوليو يتعلموا من عنده ويتعلم من عندهم، واي نوت، وإذا عندنا شهادات من مربين يقول لك ما شاء الله عليهم تلامذتي، نعطيهم الحاجة نقول لهم راهو باش نخدموا على المشروع هذا، باش نستعملوا الأدوات هذيا. يبدعوا ويوليوا معناها يعلموا اصحابهم يتعلموا يقعد معهم استاذ بالحق تكون فما اثراء وتكون النتيجه افضل هذا اكيد تنويع ليس تنويع فما مش مشكل تنويع الوسائط الترغيب ب تنويع المدخلات وخاصه في شكل فيديوهات تجلب الانتباه اي هنا كل مربي يتخير بالحق شنو هي الاداه باش يستعملها في التمشي البيداغوجي تاعو هذا اللي باش نراوه من بعد وباش تحكونا انتم بالخبره نتاعكم حسب المرحله الدرس وحسب المجال اللي نقري فيه شنو هي الادات اللي باش يستعملها التحفيز هذا اكيد منه التحكم في هذه الوسائط وتوظيفها على الوجه الامثل يعني تاهيل الناشئه لمسايره التطور السريع وترغيبهم في التعلم وكسب معارف بصفه تفاعليه جذابه تري بيان تري بيان كل ما قلته صحيح تجديد والتطوير les élèves sont plus motivés صحيح فما الموتيفاسيون وفما حتى الانجيجمنت به عندي أربعة مازالوا ما جاوبوش في اللي دخلوا القسم ما كتبوش حتى شيء وعندي 21 عملوا الإجابات يعطيكم الصحة برافو يعطيكم الصحة الناس كل دونك أنا تو باش نسكر السؤال سافا إجابات متعددة متنوعة انا يعطيكم الصحه التفاعل باش نشجعكم كيما انتم تشجعوا تلامذتكم الكل باش نعمل كوهورت نجوم خاطر انتم نجوم في هذا الفصل شكرا يعطيكم الصحه فوالا باش نتعداو توا للسؤال الثاني هما الاجابات فوالا كلها موجوده عندنا اذا حكيناها في دي سلايد تري بيان ريتو حتى الإجابات نجمو بعد نخليوها في شرائح ندمجوها في العرض نتاعنا وتقعد يعني عنا. السؤال الثاني اللي هو في العنوان لماذا إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في العملية التعليمية؟ هذا السؤال الأول ليس الثاني. متى ريتو؟ عفوا لحظة
شيت سلايد هنا هي ما الهدف واش لماذا ما تي عفوا لحظه راني باش نرجع لكم جوست دو ريكتيفي لا كيسيون هنا متى كيف كيف نفس الكود ونفس مازلنا في نفس الفصل نفس الرمز باش نحافظ عليه والعنوان كلاس بوينت وعاب متى كيفاش نكون بالادماج هذا متى ذلك باش نفعل السؤال بعد لماذا متى نزلت في القسم كل واحد فيكم حسب المجال واللي درس فيها وقتاش تدمجها وقتاش انت ترى مناسب ادماجها باش ندخل اداه باش نعمل فيديو باش نستعمل من عاش كاوت باش نستعمل كلاس بوينت باش نستعمل جوجل سلايد هذه اللي انا قاعد اقوم بالعرض فيها توا حاليا مش جوجل سلايد باوربوينت مثلا اي اداه باش نستعملها اي تكنولوجيا باش ندخلها نستعمل البرمجة سكراتش ماينكرافت روبوتيك وقتاش في درسك انت في كل مرحلة من مراحل الدرس بديت توصل الإجابات pour présenter le cours pour faire une évaluation de ce qu'on a vu en classe oui تقييم هيك المرحلة التقييمية خاصة في مادة الإيقاظ العلمي لتبسيط التجارب وتقريبها من الواقع صحيح ساعد تشكيو معنا نقص من الماتريال في الإيقاظ ما عندناش باش نعمل تجارب نلقاو حتى التجارب معناها 3D على الانترنت حاجات ممتازة معناها في الابتدائي مثلا يعني أجزاء جسم الإنسان كل زفاري نلقاهم ديجستيف لاباري برودكتيف كلهم لاي كل نلقاهم على الانترنت دي فيديو ساعات تديو 3D محلية محلية خير من هيك العين نجيبوها من عند الجزار يجيبوها الوليدات به عندما نرى تلميذ مل من الدرس العادي يعني لتفادي الملل غير كافي صحيح هو صحيح يبعدنا على الملل ويعمل تحفيز لكن غير كافي هذا السبب في كل مراحل العملية التعليمية أكيد في كل المراحل نجم نستعمل في العمل المنهجي كل مراحل الدرس وخاصة أثناء الاستكشاف والتقييم هاي التعليم المنهجي زاد السيستيماتيك لابرونتيساج سيستيماتيك تطبيق التطبيق هام برشا للتمارين التفاعلية زاد نستعملوها في المرحلة الاستكشافية في التطبيق في التقييم في كل مراحل الدرس ولا وفي قالت مرحلة الاستكشاف مرحلة عهد المكتسبات مرحلة التقييم صحيح برشا قالوا في المرحلة التقييمية قبل بداية الدرس مثلا في العصر الذهني وي وي ممكن جماعة اللي ما نجموش يدخلوا الكلاس كلاس بوينت قاعدين يكتبوا على الكونفرساسيون مدام رحيمي سلوى تقول pour présenter des chansons pour les séances d'oral ainsi que pour le projet de classe مدام سعاد من فتحات تقول في كل المراحل وكل المجالات اي به شكرا لميا يعطيك الصحة مرحبا بهم في تقديم المحور في الفرنسية في حصص التواصل الشفوي أكثر مرحلة نتصور مهمة لاستعمال تكنولوجيا ما قبل الدرس والتقييم هي الحقيقة في كل مراحل نجم نستعمل لكن باش نقول توظيف التكنولوجيا مش معناها ملي ندخل القسم ملي نخرج كل شيء رقمي إذا نعملوا مراوحة احنا ديما لا مان دون لا بات ديما تلميذ باش يكتب بالقلم وديما عنده كراسته احنا نسهلوا عليه كي تبدا معناها حاجه مرقمنه نبعدوا عليك نقصك الطباعه والاوراق نحافظوا حتى على البيئه كي نقصوا من استعمال الاوراق والطباعه الى غير ذلك دونك تسهل لنا دونك نعملوا مراوحه وكل مره انت تعمل كيف على درسك كي تتمكن من بعض الادوات راهو ما يلزمش خبره كبيره في الادوات لو تراه ادوات بسيطه وهذا باش نراها في الحلقات القادمه على فكره راهو باش يكونوا معانا
باش تكونوا معايا معني المره الجايه ان شاء الله مدام لميا اشتراوا مقاربات اخرى والى غير ذلك الادماج معايا انا بشتراوا ديما الاكثريه التطبيق باش نكمل معاكم حتى حصه واحده ما تكفيش باش نبدا معاكم عمل ولنا نواصل ان شاء الله بعد نص شهر بحول الله وكان حياتنا القدره. اوكي شكرا على التفاعل مره اخرى. دونك احنا كيما ريتو برشا باش نعطيكم نجوم مره اخرى وانتم النجوم. شكرا جزيلا. Insert at the slides. اوكي حطوها في الشريحه نتاعنا الاجابات تقدمنا الكل الكل. فوالا اذا ادراج او ادماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البرامج الرسميه زاده نتاعنا يقول باش تدرجها في قسم معناها لازم تكون زاده منصوص عليها في البرامج نتاعنا وهذا موجود. هو لا يعني إضافة مادة جديدة، ماشي باش نقريها هي وحدها ونعمل هيك الفصل بين المجالات. احنا نحبوا بالعكس إدماج، يعني مش تكون موجودة في المجالات الكل. إذا هي لا يعني نسطر عليها بالأحمر هذيا إضافة مادة جديدة لبرامج التدريس. وإنما هو أداة تمنح عملية التعلم بعداً إضافياً من شأنه أن يجعل المتعلم يبني مسار تعلمه بصفة ذاتية، زيد هذه نسطر عليها سطرين بالأحمر. حيث يبحث بنفسه عن المعلومة أن وجدت حتى يغني مكتسباته، يطور مهاراته، يوسع آفاقه بالدخول في علاقات عديدة، علاقات تواصل متنوعة، عدة مصادر، عدة أطراف، عدة وسائط إلى غير ذلك. إذا أنا سطرت قلت لكم بالأحمر أن المتعلم من شأنه أن يبني مسار تعلمه بصفة ذاتية. من هنا ننتقل للشريحة الموالية. لحظة 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 ولا هنا باش عندكم شي فكرة على التاكسونومي دو بلوم. بلوم تو نحكي لكم عليهم بعد شكون بلوم. بنيامين بلوم اللي كان في جامعة شيكاغو عمل المصنف هذايا الهرمي في المراقي، مراقي التعلم اللي انتم تخدموا بها ما تسميوهاش يمكن تاكسونومي دو بلوم. ثم مراقي دنيا ومراقي عليا. بسرعة عندكم شي فكرة هكا شنية المراقي الذهنية الدنيا؟ كان عندكم فكرة اكتبوا لي وتو نشوفوا مع بعض باش نفعل مرة أخرى السؤال. يقول مراقي تعليمية الدنيا، يعني نشير هنا التاكسونومي دو بلوم. كلكم إن شاء الله كيما الاساتذه في التعليم الثانوي عندكم دي نوت، تحضروا درسكم وتحطوا دي نوت في الفيديو تكست. المربي في الابتدائي هو يعمل جزاذه اللي فيها التمشي البيداغوجي نتاعو مراحل الدرس نتاعو. المعرفه الفهم التطبيق، هذه المراقي الدنيا اي مراجعه الفهم التطبيق. ولا فما يكون مراجعه، فما المعرفه، فما التذكير. سيسا بالضبط بالضبط سيسا. خليكم تكتبوا مسالش مسالش. دونك المراقي الدنيا هي تفكير، معرفة، ثم الفهم، ثم التطبيق. باش نسكر السؤال هذايا، نكتفي بهذا القدر لربح من الوقت. ويعطيكم الصحة اللي جاوبت بسرعة بسرعة بسرعة. باش نمشيو توا للمراقي الذهنية العليا، ما هي حسب رأيكم؟ وقلت الدنيا تذكر وفهم وتطبيق وانتم كل هذه هذه حوايج ستاندارد في المجالات الكل في المستويات الكل. ثم بعد نراو التخصصات. التوظيف، الابداع، فوالا المراقي العليا هذه، التحليل، التاليف، التقييم. تحليل، تأويل، تخيل، التعليل والتأويل، التحليل، التقييم، الابتكار، نعم ابتكار، الإبداع، الخلق، انتجراسيون، رجاء، وين، انتفاليسيون، نعم هي هذه من المراقي العليا. التطبيق قلناها، التطبيق قلناها في المراقي الدنيا تدخلها، تطبيق لا. دونك تقييم، تحليل، هاي، من التحليل يبدأ، بعد التطبيق احنا نمشيو للتحليل. التقييم ثم الإبداع، الخلق، التوظيف. التوظيف ولا. شكرا جزيلا مرة أخرى ويعطيكم الصحة. نجوم لكم مرة أخرى.
هذا هو هرم يعني تصنيف بلوم. فوالا كما قلت المراقي الدنيا عن التذكر الفهم التطبيق، ثم المراقي الذهنية العليا هو التحليل التقويم والابتكار. إذن هذه تصنيف الأهداف التعليمية Taxonomy of Education Objectives، هرم الإدراك المعرفي لبلوم. إذن هو كما قلت يمثل مختلف المستويات الدراسية التي يقوم بها المربي مع تلامذته. وأول من صنف هذه الأهداف إذن هو كما قلت لكم بنيامين بلوم في جامعة شيكاغو سنة 1950، وقسم الأهداف في ثلاثة أنواع. إذا فما إدراكي أو معرفي كوغنيتيف، فما السلوكيات أفكتيف، فما الحركي النفسي بسيكو موتريس. إذن هو كما تروا فيه تصنيف هرمي، بمعنى أن تعلم المعرفة من مستوى على يعتمد على اكتساب معرفة أو مهارة في مستوى أدنى منها. وانتم كل تقريبا يعني تتبعوا المراحل هذه، هذه ستاندرد، تبقى خصوصية كل مجال، كل مادة العلمية أو اللغات إلى غير ذلك. المهم في هذا الكل احنا شنو نحبه، كيسكون فيز، شكون الهدف في العملية هذه الكل. هذه باش نرجعوا لها بعد، يعني كل مرحلة شنو الأدوات، هي مقترحات فقط باش نتبقوا بعد في الورشات شنو نجم نستعمل في كل مرحلة من هذه الأدوات والتطبيقات المقترحة. ونعطيكم بعد تشوفوها. هبط عليا سلايد، لحظة بركة قبل سامحوني تسخط لي، ما عرفش غريبة حوني. هذا هو شوية منتش ولا نحبكم الصورة هذه. احنا معناها المراحل وها الطريقة، يعني المراقي الدنيا والعليا، شكون هنا الهدف وعلاش، فما نقطة استفهام هنا بعد لو نراوها. نمشي الفعل، كل واحد باش يقول هيك الصورة في جملة، بشنو أو حاكي في جملة قصيرة علاش كل مرتبط بالمقاربة البيداغوجية، مرتبط بطريقة التدريس. فما طريقة أمريكية، طريقة فرنسية. الصورة فنهبط هذه شوية، قولوا لي باش تحيلكم في جملة هكيك. شوفوا هيك التلميذ ثبت كل حاجة دايرة بيه، فما هذا الجوال، فما هذه نتاع التجارب العلمية، فما الارت بينت هذيك، فما الرياضيات، فما الكتاب، فما الحروف، فما موسيقى، هو راكب على القلم، طاير على القلم. ندرى فرحان ولا مش فرحان، هالولايات متمكن ولا مش متمكن، بماذا توحي الصورة في جملة؟ تلميذ نفسه، الذكاءات المتعددة، البحث، كثافة البرامج، تعدد الوسائل وحيرة التلميذ. لكل طفل نوع من الذكاء، وعلى المعلم أن يتعرف هذه الذكاءات ويأخذها بعين الاعتبار. ممتاز، لكن هو تلميذ مين في هذا الكل؟ شوفوا هو هنا، هو كبير طاير، وش الأشياء الأخرى دايرة به؟ إذا شو نجم نقولوا لهنا؟ أعطيني الجملة المناسبة لهنا. تعليم الممتع، علاش ممتع؟ علاش ولا ممتع؟ أنا قربت لكم، أنا قلت لكم الطريقة الفرنسية والطريقة الأمريكية، علاش؟ استقلالية، المهارات الحياتية، وي، هي علاش؟ المهارات الحياتية، كي أون فيز، شكون المستهدف؟ شكون هو المحور؟ قربت لكم على الآخر، أعطيني جملة اللي تلخص هذا الكل. تجديد في التعليم، صحيح. مقاربة بالكفايات، صحيح. هل من إضافة؟ شنو الفرق بين المقاربة الفرنسية في التعليم ككل؟ لابروش
السيستيم ايديوكاتيف فرونسي قبل، ولو انه هما داروا تو لابروش امريكان، معناها الامريكيه، الطريقه الامريكيه. شنو هو الفرق؟ لو سونتر سي ليليف، هاني نلوج عليها. وي مدام حميده برافو، لو سونتر سي ليليف يا مدام حميده، باش نعطيك انت نجمه ونزيدك نجمه اخرى ونجمه اخرى، برافو. التلميذ هو محور العمليه التربويه، هو سونتر دي بروسيس كامل تاع ليدوكاسيون، هو الفاعل. وهيك علاش احنا في البيبيل بروجيكت حكيت لكم عليه مدام لميا، بروجيكت بيزد ليرنينغ، التلميذ هو المحور، التلميذ هو اللي يبحث، التلميذ هو في عام يدخل مع المجموعه ويخدم مع اترابه، والتلميذ عن التلميذ القانون. دونك هنا فقط la place de l'élève dans les apprentissages. إذن التلميذ هو محور العملية التربوية. هيك علاش باش نلقاو تلميذ نشط، تلميذ يعمل الفكر النقدي، يتفاعل، ما يتكيف مع الوضعيات، وضعيات المشكل يحلها، يوظف التكنولوجيا لحل المشاكل. تلميذاتنا راهم نيتف تكنولوجي، احنا اللي قعدنا بعد، احنا اللي زلنا نمشيو لعالمهم، هي في دمهم التكنولوجيا، ويمارسوا فيها بعيد عن الدراسه، احنا نحبوا نأطروهم باش يولي يمارس وهو يستفيد وهو يطبق في دروسه ويخدم في دروسه. لما حالة بدينا والحمد لله عنا انوايو توا نواه من المربين المجددين اللي بداوا يستخدموا وشهاداتهم كلها تقول بالحق، يعني تغيير كامل في الفصل في المؤسسه اللي يخدموا على التوأمه الرقميه كخير مثال وكخير نموذج. وان شاء الله المدارس الرقميه توا احنا اللي نخدموا عليه المشروع في المركز، ان شاء الله المدارس الرقميه بما انها مؤسسه عند الاجهزه تدخل في التوأمه الرقميه، هو احسن مجال للتطبيق للخدمه على المقاربه من المشروع على الكلاس انفيرسي القسم المقلوب. المقاربات هذه اللي تخلي التلميذ هو المحور، هو اللي إليه نو سولمون موتيفي، مش متحمس فقط، لكن انجاجي. أكود وتقول انجاجي، متحمل المسؤولية. وهنا نقوم بإعداد مواطن المستقبل، مواطن عالمي للمستقبل اللي يساهم في بناء بلاده إن شاء الله. به، هل من تعليق يا لميا؟ لا، فقط السيدة حميدة بن عائشة فرحانة برشا لأنك قلت أعطيتها ثلاثة نجمات. ألف ألف مبروك، ريت نفرح وراء أكيد. أنا بدي أنا نفرح كي نلقى شكون نشجع، وكيف كيف الطرف المقابل يفرح. أكيد مبروك حميدة، أنا فرحانة معك زيدا. تجموا راهو تعملوا تتفاعلوا باستعمال الإيموتيكون الموجود في الشريط، وين عندكم الميكرو والكل، فما هيك تصفق وتعطي قلب، تجموا هذوكم زادا ترسلوهم عندكم لما باش تقوموا بإرسال تشجيع ولا تصفيق ولا قلب، كيما ديما التشجيع باهر، ديما 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 باهر. قلت لكم قبيله يعني في التاكسونومي دو بلوم هو بيدها التصنيف هذا والهرم، ولا في ادماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال لي زوتي ويب 2.0 بلوم ديجيتال تاكسونومي. هذا مقترح عملته أنا لبعض الأدوات اللي ممكن بعد في الورشات اللي باش تستخدموها. السلايد هذايا كي تحبوا تعملوا عليها أن بري ميكرون أعملوا، تصلح لكم كي باش تدخلوا في الورشات شوية أخرى. دونك في الخلق نبداو من الأول في التذكر، ريمبرينغ والعصا الذهني، فما ديجي ستار، فما سلايدو، مانتيميتر. اليوم راهو الهدف مش أدوات باش نقولوهم تاهو، تو إن شاء الله في المواصلة باش نركزوا كل مرة على أداة ونراوها كيفاش نستعملوها في المراحل الكل. كيما قلت نجم نستعملها في التقييم، نجم نستعملها في برين ستورمينغ، نفس الأداة تمكنني باش نعمل تمرين في جميع المراحل. هنا تجي وقتها السنيور اللي باش نحكيو عليه. في الفهم مايكروسوفت باوربوينت، كريزي باوربوينت، جينيالي، ومازال في التطبيق عندنا ليرنينغ ابس، سكاوت، تري سايدر، لغير ذلك. في التحليل بوكليت، بادليت، لينوار، ومازال العديد والعديد. هو الفائده مش بالكثره، نتمكن كما قلت راني من بعض الادوات كل مره نعمل مجموعه نخدم بها، حتى المهم انا نحقق اهداف الدرس نتاعي، هذاك هو الهدف. في الايفالويشن ولا التقييم، كاوت كويزز، جوجل فورم،
الخلق والابتكار، كانفا، ستوري جامبر، سكراتش، ماينكرافت الى غير ذلك. انتم ممكن تجمو ترجعوا لهذه بعد، وكان تحبوا تعملوا كما قلت انتري ميكرو اعملوها، سينو بعد نعدي لكم في الورشات. به المتعلم التلميذ هذا اللي قلنا هو محور العمليه التربويه، شنو يصير بالتوظيف التكنولوجيا وهو يحبها ويموت عليها؟ اكيد سيصبح نشيط، يعمل، يتحرك، يبحث، يعدل، يراجع العمل بتاعه، يمكن الولوج الى معلومات محينه، يبدع، مصمم، زاد الاستيم دو سوا، يفتخر بعمله وهذا هام برشا، وتعطيه الثقه في نفسه اكثر واكثر كل مره. سيبني، سيحلل، سيلخص، يفكك ويعيد البناء، سيكتشف، يقوم بالتجربه، يستقبل ارتكاب الاخطاء، والخطا هو مصدر التعلم، سيقارن، سيميز، سيفكر منطقيا، سيتخذ القرارات، سيزداد حظه في النجاح. اذا احنا هنا التلميذ سيجد موقعا له كما قلت في القرن الحادي والعشرين، اللي نحن نقوم باعداد تلميذ القرن الحادي والعشرين لاعداده لمواطن المستقبل، لمهن المستقبل الى غير ذلك. ما بعرفنا توا لو سمحتم باش تكون الافاده، باش تكون هذه بدايه لبناء اولى اضعها في هذه الحلقه اللي باش يقع البناء عليها في المستقبل. اعداد سيناريوهات بيداغوجيه بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال، العمل باش يكون ضمن افريقيا. لم يقدرش وصلنا العدد بربي لم ي لا اله الا الله، مش نرجع لك الباوربوينت 36 باه اللي ما كتبش بربي باش نرجع لجوجل سلايد، ريت وين كتبت الاسم واللقب، سينو مش نختصروا اقل قداش من مجموعه تو نقول لكم. عندنا مجموعه اولى مجال العلوم، فما شكون نحى تابلوه هنا مجال العلوم مرحله ابتدائيه، وين نحى تابلوه من هنا يا جماعه الخير. نعرف راهي بغلطه صارت، ماشي مشكله، ما باش نعرف فيسا، فماشي شكون هو علوم مرحله ابتدائيه يدخل مع المرحله الثانويه، نعملوا نفس الجروب. حتى نقول لكم يا جماعه شنو باش نعمل الجروب، مش برشا العدد، دونك باش تعمل افاده. باش نمشي لحظه على الكالندري تو نقول لكم، باش نحطكم لي اليوم به لحظه. بالنسبه للقاعه اللي احنا فيها تو، القاعه الافتراضيه، باش يقعدوا لي جماعه التنشئه الفنيه اذا فما، والتنشئه الاجتماعيه. سينو باش نقسموا على قاعتين، باش نعطيكم زوز روابط باش تخرجوا تخدموا، قبل ما تخرجوا باش نقول لكم شنو باش تعملوا. باهي، باش ناخذوا مجال اللغات سواء ابتدائي ولا ثانوي، باش نعملوا حاجه تو هكا كيما نقولوا اون بروميير، ان بروميير جي، باش نعملوه مع بعضنا، وان شاء الله يكون مجال حضور اكثر، نجموا نعملوا مجموعات اكثر حسب المرحله. دونك مجال اللغات ابتدائي ولا ثانوي باش يكونوا في نفس القاعه مع بعضهم، باش يحكيوا مع بعضهم، وباش تختاروا شكون باش يقدم العمل نتاعكم، تختاروا كيف كيف. في مجال العلوم شكون عندهم قاعه اخرى، الاخرين اللي ماهمش في مجال العلوم، ماهمش في مجال اللغات، واللي موجود في اكثر من مجال يقعد في التنشئه الفنيه والتنشئه الاجتماعيه، يقعدوا هنا مع دام مع مدام نميه في القاعه هذه. باهي، اشنو باش نعملوا يا جماعه؟ لما كما قلت اعداد سيناريوهات بيداغوجيه، مثلا انا باش نخدم على الرياضيات، باش ناخذوا مفهوم بسيط، تعاونوا بعضنا، ريت الابتدائي اكثر، دونك باش ناخذوا مفهوم، خاطر هما المراحل كلها ستوندار، باش ناخذوا مثلا مراحل تدريس الرياضيات، يعني الحساب الذهني، تعهد الحسابات السابقة، ثم الوضعية الاستكشافية، التعلم المنهجي، التعلم الإدماجي والتقييم. باش تختاروا عنوان الدرس، الهدف نتاعو التمشي البيداغوجي، لكن في المراحل باش تتصوروا وين نجموا نعملوا ندمجوا التكنولوجيا، وشنو هي الأداة اللي تتخيروها. اللي ما عندوش فكرة على الأدوات إن شاء الله في الحصص القادمة، توا باش تتابع جوست باش ناخذوا الأسماء فقط. اللي مستانس بالادماج وحضر قبل معانا في لي فورماسيون في العديد من التطبيقات والادوات، يقترح يجم يفهم الزملاء نتاعو، تعمل كل واحد في كل فريق شكون باش يقدم العمل نتاعو، بعد نرجعوا في نفس القاعه. واضحه؟ دونك واحد برك باش يقدم العمل، باش تخدموا تحكيوا مع بعضكم تو، تختاروا في مجال العلوم يا اما ايقاظ ولا رياضيات، في المجال اللغات تختاروا يا انجليزيه يا فرنسيه يا عربيه، انتم تختاروا تحبوا انتاج كتابي، تحبوا قراءه ليكتور، باش تعطيوني يعني العنوان شنو هو الدرس، شنو هو الهدف،
المفهوم نخدموا عليه، ما ناخذوا صعوبه واحده نخدموا عليها باش نكملوا في ساعه اليوم. ثم التمشي البيداغوجي بتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال، المراقي اللي حكينا عليها يعني الدعاء الكل هذيك، نعمل مراوحه بين خدمه عادي عن كراسات ومبين في المرحلة هذه كما قلت. فما قالوا إن نحبها في التقييم وفي التطبيق وفي في العصف الذهني مثلا، داكوردو، يكون تمشي واضح. واحد منكم مش يقدم لنا التمشي ومشكورين مسبقا على العمل وعلى المجهود. كما قلت هذه لبنة أولى ولنا موعد في الحلقات القادمة، مش نعطيكم الروابط في الشات به تنشئة اجتماعية وتنشئة فنية، ولقيت اسمه في الكل موجود هنا وهنا يقعد في القاعة هذه ما يخرج. بالنسبة لمجال اللغات، هاني باش نعطيكم الرابط توا، لحظة، مجال اللغات نعطيكم هذا الرابط اللي باش تخرجوا توا. قبل ما تخرجوا قولوا لي فاهمين يا جماعة، سي بون اكتبوا لي هاو، هذه رابط مجال اللغات. وي شكرا عواطف. كل مجموعه تختار شكون باش يقدم، نعمل نموذج في تمشي بيداغوجي، سنيره بيداغوجي، سيناريو بيداغوجيك، يعني انتم الجرذاذه العاديه اللي تخدم بها في قسمك المراحل الدرس نتاعك باش نحسنها، شده محفزه انتراكتيف اكثر مع تيم بيتي. هاني حطيت لكم اللغات، ثاني باش نعطيكم العلوم، هاو موجود اللغات توا. فوالا هذا اللغات، تو باش نعطيكم العلوم. لحظة برك، نرجع للأخرى، مجال العلوم، باش نحط لكم تو الرابط، لحظات، فوالا. أحلام؟ وي لميا. لو سمحت يزيد توضح شوية عندك شكون ما فهمش. قبل ما نزيد رابط العلوم، حطينا رابط اللغات. في القاعة هذه اللي احنا فيها تو، مش تقعد المجموعة اللي تخدم على المجال الفني والتنشئة الاجتماعية واللي تخدم في الكل، حتى اسمها في الكل كما مدام نعيمة تقعد في القاعة هذه حتى ولو واحد مفيش، ها احنا معاهم. شنو باش نعملوا؟ عبارة باش تخدم في قسمك في مفهوم معين اللي انت تقري فيه مدام، أي مفهوم سواء في المجال اللي انت باش تخدم عليه، كان في مجال العلوم باش تختاروا ما بيناتكم المجموعة الطيبة اللي باش يدخلوا المجال العام، اختاروا مفهوم في الإيقاظ ولا في الرياضيات ولا في التكنولوجيا اللي باش نخدموا عليه الجذاذة، مراحل الدرس والمراقي اللي حكينا عليها الكل. شنو مثلا أنت في العصر الذهني ولا في عملية التذكر هذيك الفهم الأولى، شنو هي الأداة اللي نتخيل أنا نجم نحطها هنا أداة تكنولوجية نجم نستعملها في قسم مع التلامذة مثلا. ثم الفهم، ثم التطبيق. التطبيق مثلا شنو باش نستعمل زاد أداة، شنو تختار انت حسب رايك؟ وهنا راهو كيما نقولوا التلميذ على التلميذ القن، واش نعملوا بعد؟ مش لازم المراحل الكل نلقى فيها أداة، المهم انا المفهوم اللي حاجت بيه واضح، الهدف واضح، ثم مراحل الدرس كيما تخدموا عادي، لكن باش نزيد كل مره محسنه هيك الجذاذة باش نزيد أداة تكنولوجيا مثلا في زوز مراحل من الدرس، في ثلاثة مراحل. انتم ما تتخيلوا لي تراوا، وكل واحد راهم بعد بالتطبيق يكتسب الخبره، خاصه في الفاكتور طون، يعني يجم يتحكم في الزمن هو اللي يخدم عليه في قسمه مع ولاده، يتمكن من الادوات بل يجربها وحده، ومن بعد هو يقول انا اليوم الدرس هذا باش نخدم فيه بادتين هذايا، الاداه هذه مثلا كهو في التطبيق. في العصر الذهني مش نستعمل منتيميتر مثلا، جاتينا بوقت كوا تبقى انديكاتيفه به. رابط حطيت لكم رابط اللغات، توا رابط العلوم، لحظات، هاي هذا رابط العلوم، فوالا. يا سيدي نلتقي بعد 20 دقيقة، توا 7 غير راجين نلتقي، واحد منكم كل مجموعة باش تقدم لي العمل نتاعها. اللي قري التنشئة الفنية والاجتماعية، يعني تربية مدنية، تاريخ، جغرافيا، رسم، تربية شو اسمها هذيك إديوكاسيون أرتيستيك، رسم إديوكاسيون أرتيستيك، يقعدوا في القاعة هذه، والآخرين ينتقلوا على الروابط. ها
حميدة دون لا سال دي لونغ دونك تطلع للرابط الاولاني دونك في الرابط الرابط الفوقاني مش اللي حطيته توا اللي قبله ها هو اللغات هو الفوقانية تطلع شوي حطيت لكم زوز توا في الكونفرساسيون اللغات فوق واخر حاجة حطيتها هي رابط العلوم هاي نقول لكم باي باي نحب نراكم تخرجوا بالواحد بالواحد من القاعة يقعدوا كانوا جماعة التنشئة الفنية والتنشئة الاجتماعية تو نطلع عليكم تو نعمل طلة اختاروا شكون باش يقدم العمل وقدموا لنا الجزيرة نتاعكم أو السيناريو البيداغوجي نتاعكم بتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال عنا فدنا 20 دقيقة غير درجين نرجع لبعضنا حتى يدخلوا بربي مجال العلوم ابتدائي وثانوي يدخلوا مع بعضكم مدام احلام وي اون اتونت لحظه هي. لحظه نورمالمون شكون يا ناتونت فيها مسال بربي يقول قل لي لميا شوفوا معاه ما قالوليش انا سالغ قالوا لك يفو اكتيفي لا سال نو سوم ان اتونت قالوش انا اللونغ لا سال دي لونغ اي ختم ذاك روح تجي لي اكتيفي لو فاي كونسيت هذاك لحظه برك جي في موديفي لوبسيون لا ريونيون داكور داكور باش ندخل نعمل الاكتيفاسيون نقبل ونرجع رجوان مجال اللغات رجوان maintenant
واش تبداو تحكيوا مع بعضكم على الموضوع اللي باش تختاروا انكم تعملوا عليه الخدمه العمل المطلوب، هاني قاعده نحل لكم في الميكرو باش تنجموا تتواصلوا مع بعضكم. نجموا تحلوا الميكرو وتبداو تحكيوا مع بعضكم. راه نجموا تحلوا الميكرو. دونك المطلوب منا اول حاجه تعرفوا على بعضكم، عندكم الوقت مثالش نحكيوا وخيين شو ريحكم فيها شويه مع بعضكم، اتفقوا الساعه شنو الدرس او الماده اللي باش تخدموا عليها، تاريخ، جغرافيا، تربيه مدنيه، تربيه اسلاميه، تربيه فنيه، كيما تحبوا اختاروا اي حاجه. شنو الهدف من الدرس؟ ثم التمشي البيداغوجي او السيناريو البيداغوجي بادماج التكنولوجيات الحديثه. كما قلت قبيله راه مش معناها نقول باش نعمل ادماج تكنولوجيا، معناها ملي دخلت القسم وانا كان بالبيسي والفيديو بروجيكتور من الاول للاخر. لا، دونك عندك مراحل الدرس نتاعك انت مرتبط بها، في بعض المراحل باش تدمج ادوات اللي معناها تحقيق الاهداف، لربح الوقت، لتحفيزك التلامذه، باش تشاركك التلميذ التيميد اللي حاشد يولي كي ما يظهرش اسمه هو في تطبيق من التطبيقات يشارك ويتحمس ويلقى المجال باش يحكي مع اصحابه ويخدم مع اصحابه ويفهم من عنده اذا ما فهمش من عند معلمه ومن عند استاذه. دونك في بعض المراحل تفكوا معكم شنو هي الادوات اللي نجموا ندرجوها وتختاروا تحكيوا مع بعضكم، بعد قرروا شكون متطوع منكم باش يقدم العمل نتاعو. دونك عندنا ثلاثه اعمال، ثلاثه جزئيات، ثلاثه سيناريوهات باش نقدموها، بعدين كي نرجعو نتلقاو. مازال عندكم الوقت قرابه 15 دقيقة، تفضلوا لكم الكلمه. خليكم تجمعوا تحلوا لي ميكرو، حلوا لسكل لي ميكرو يا جماعه، حلوا 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 واحكيوا مع بعضكم. مدام ساميه لم يخليك هنا، انا مش نرجع نحاول عند الاخرين شويه نشوفوا مش يعملوا. اوكي اوكي ثانك، سيو سيو، الى باي. مدام مفيدة حسين تفضل. سلام بس نعرفش شكون معنا لهنا وننتظر في جماعة الاجتماعية لهنا التنشئة الاجتماعية. اي بربي جماعة التنشئة الاجتماعية حلوا لي ميكرو اجتماعية اجتماعية وفنية معنا. اي بقى مع بعضكم. سي مكرم. نعم مرحبا. مرحبا. سي علي مرحبا يا اختي مفيدة، عايشك. نعرف بعض ما يظهر لي، تكوننا قبل ما بعض. هاي عايش. هاي اختاروا على شنو باش تخدموا
وكما قلت لكم مدام حليمة عملوا السيناريو. معنى كل واحد نقول شنو المواد اللي قاري فيها ونختاروا شنو المادة المشتركة. ولا هكاك اختاروا حاجة أو كومنت نجموا تخدموا عليها بعضكم. أنا نقري موسيقى تشكيلية فقط هنا وعندي العربية كهو. بالنسبة لي أنا عندي تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية سنة سادسة ابتدائي. شكون آخر معانا من الجروب؟ يعني فما كان انتم مزوز يبدو لي، يعني الآخرين كلهم مشاو للفرق الآخرين. علاش؟ مدام نعمة خرجت؟ أي نعمة مشات الجروب الآخر يظهر لي. إيش نختار سي مكر؟ مازال عندنا في الجروب تم شكون اللي خرجوا هما نطونت واللي مازال خرجوا كلهم نطونت. فما الاخرين كل حليت، فما رفيعه هناري سامي بريكي تومي ويسال. تومي ويسال هذه ما حليت لهاش ميكرو مازلت. لميا فقط تو بعد ما يحكيوا يقروا اللي يكتبوا على جوجل سلايد، فمشيوا لجوجل سلايد حطيت لكم الرابط في الاخر الثانيه راه البيداغوجيه كل واحد باش ياخذ سلايد. مجال العلوم عنده سلايد هايكا شوفوها تجم انت تبارتاجي لهم يا لميا ولا حد منهم. مجال اللغات عنده شريحه نتاعو، مجال التنشئه الاجتماعيه والفنيه عنده شريحه، كل حد يحط المراحل والادوات اللي يرتقيها في السيناريو نتاعو. نفس السلايد اللي خدمت عليها من الاول هكا حطيت الرابط في الكونفرساسيون. فوالا هاي تفضلوا كيفاش شنعملوا تو يا احلام؟ احلام نرجع نمشي لجروبات لغه. وين جوجل سلايد مدام؟ هاك اليوم في الكونفرساسيون مشي ريت في الكونفرساسيون حط اخر حاجه هي اللي هي الجوجل سلايد. احنا توا هاني هو يقري مواد اجتماعيه واني مواد فنيه ومع يعني لغات وهو علوم. تصور نلحقوا على الجروبات الاخرى خير برا شنو نلحقوا الجروبات الاخرين وك هما اي نمشي للعربيه وسي ماكر تمشي علوم انت بالعربي. عربي انا عربي عربي نمشي اللغات نمشي مع اللغات. وين الرابط؟ أي أطلعوا الفوق تلقاهم. هاي بولا أنا. لا شنو أي قاعة أخرى معنا؟ أنت باش تمشي اللغات هكا ولا؟ هاي أي قاعة أخرى، قاعة زوم أخرى. زوم ولا تيمز؟ تيمز تيمز أنا سامحني. الفوق يا سي علي كتاتر رابط اللغات الفوق في الكونفرساسيون ورابط الزوم هو اخر حاجه حطتها مدامك اللي مكتوب قدامه اذا بالجليد.
لكم الرابط نتاع قاعة اللغات في الاخر، قاعدين يخدموا على سيناريو في اللغة الفرنسية. عوض في عبد القوي هو اللي قاعد وحدك في القاعة هذه، إذا شوف تلتحق بقاعة العلوم ولا بقاعة اللغات، وإلا إذا كان مش تخدم سيناريو وحدك تفضل. بربي عواطف عبد القوي، إبراهيم جمعة، سامية بريكي، رفيعة ديناري. إذا كانكم هوني حلو الميكرو جاوبوني بالله. حميدة مدام لميا بونسوار. بونسوار سامية بريكي، أما قاعدة نسوق راهو هذاك علاش. واضح واضح، على خاطر شي كي شفتك مشيت لحتى قاعة استغربت. مدام كيف في الكهرباء؟ واضح واضح، ردوا بالكم ردوا بالكم بربي، الله لا يجعله باش تقرا ان شاء الله. مرحبا مجددا، سافا كملت الخدمة؟ لا ما خدموش الجروب هذايا، كانوا فيه زوز من الناس مشاو التحقوا بلي زوطخ جروب، والاخرين
ils sont dans l'incapacité de travailler étant donné qu'adine be téléphoner tout ils sont au club. ليه كي طالي طالي يخدموا هنا عطيتهم الجوجل سلايد توا باش يكتبوا عليها هذا الجروب الكبير هذا الجروب الكبير احنا هذايا اللي احنا فيها ايه. عندنا مش مشكله ايه. مش مشكله بون انا دو جروب او ممكن نحصلوا زوز دو اكزامبل نبنيو عليه بروشين مون ان شاء الله خير من ليش كبداية ما هو مش عاملين رغم اني انا قلت لهم جيبوا الحوال سيبوا كل مش مشكل شويه اشكاليات في البدايه لا يسوق في الكهرباء كاريمون في الكهرباء ما يجموش مرحبا بكم حتى على الطريق ان شاء الله نواصلوا في الحصه القادمه ان شاء الله الحصه القادمه المرجيه مع لميا ان شاء الله واللي بعدها تو ما فما حد في القاعه لميا هذوما كل خرجوا موجود دو بيرسون ريت اللي اون اتونت الكل سون دون لي زوتر جروب L'Ochrine, je viens de les contacter. Ils sont, ils sont dans l'incapacité de travailler. De travailler. Au moins, il y a de quoi il s'agit. Puisqu'ils s'intègrent dans le Maratl Qadmi, Inch'Allah. Ok, c'est Ali Bourouk, il a dit qu'il y a un rabat de Taqat l'Uloum. Taqat l'Uloum. لحظه هو ديجا في قاعه لونغو لحظه اوكي سالي معنا لهنا اي هاي سالي خرجت باش تدخل باش نرجع كله منا شويه دقيقتين ونرجع نلتحقوا بالقاعه هذه نعاود نعطيهم الرابط نتاع القاعه هذه ما يبيعوش معنا هاي لم ينلتقي نعطيهم الرابط دقيقتين ويمتحكوا الناس كل هنا غو بونجور لميا عطيتهم الليان قلت برا قلت لهم الدرايج يرجعوا لهنا قدموا العمل نتاعهم اوكي بارتاجي كان تحب الجوجل سلايد خلينا نبداو نشوفوا فوالا مستوى هذوما سنه اولى اللي هو هذا مجال العلوم دونك اختاروا القاد وقاية أعضاء الحس هدف الحس إدراك المخاطر التي تلحق أعضاء الحس وأهمية وقايتها مراحل الدس تهيئة انطلاقة من أنشودة الحواس الخمس فيديو يوتيوب ده ثم شو الإشكالية قاعدين مجال يخدم ده مجال اللغات لسان أي به حصلنا واحد عربي واحد فرنسي لسان découvrons le passé composé
le passé et le passé composé. Phase d'exploration. Proposer un texte court enfermant des phrases contenant des verbes au présent et au passé composé. En plus, on doit mettre en relief les indications temporelles, ou les indicateurs temporels qui indiquent le temps des verbes. Outils utilisés. Donc, je vais préparer l'élève en attendant un Excel. Je vais mettre les contacts de Théon. Je vais finaliser. Je vais finaliser le travail de la hessa. قادمة إن شاء الله مع باش نختاروا دي زوتي اللي خدموني دونك باش نعمل باش اسمه نعمل اكسل اون لين دونك ريستون اون كونتاكت نبقى خليك تبقى بالعربي بالعربي ان شاء الله نوز على نفس الشكل دوات ادوش اونلاين يا ربي لا ما تعرفيش وين دو دروات ا غوش في الاونلاين فيكسيل اونلاين هذا الكارت تاع الافيشاج ما فهميه يظهر لي ما فهميش ما لقيتهاش حتى انا في الاونلاين ديما تدخل في حاجه خليها هكا فرنسي مسج نوت فريمون ادريس ميل تليفون عندهم هما الحريه باش يحطوا التليفون ولا حطوا اتابليسمون سكولير كذا يا أحلام لو جروب لونغ مازال قاعدين يخدموا في الجروب في لاتولي الجانبي خرجهم رجعهم البلانيير لغات مازالوا نكملوا نزيدوهم شويه وقت مسالش العلوم كملوا رجعوا ماش مازالوا حتى العلوم يخدموا لهم كان قاعدين يكتبوا مسالش نزيدهم شوية نمشي كلهم ادخلوا حتى نمشي كملوا بعد نشوفكم ان برومي جي هو قابل للتطوير والتحسين ها قد تزيدهم من دقيقة ها
هاني باش نمشي نقول لهم نرجعوا. عدني هاي بدينا نرجع كنشوف شكون سي بون نمشي نحلوا لي ميكرو يا لميا الله يخليك باش نجيب نمشي ولا غير نتو سي ما تنيش لا ما نشوف نجيب شي نحل مره واحده لي ميكرو ودي في Voilà. Pousse, micro et les caméras. Voilà. C'est bon, normalement, mais l'équipe. Très bien. Voilà. C'est bon. عندنا الكل لاكسي للميكرو والكاميرا كل عندكم لاكسي تجمو تحلوا الكاميرا باش تتكلموا تراو بعضكم نبدا باش نحل فوالا هاي اوني 26 مازالوا تظل العلوم العلوم هاهم جايين قالوا خليهم شويه باه انا اون اتوندون باش نعطيكم انتم تبداو تعمروا الاكسل باش تقعدوا اون كونتاكت ونواصلوا العمل للحصة القادمة معايا أنا بعد نصف شهر في رحيتنا القدرة. في انتظاري تحكوا الناس الكل باش نحط لكم في الكونفرساسيون رابط اكسل في المعطيات نتاعكم يا جماعه حتى نحط انا زاد معطياتي كنت نحب لميا اون كادو بوزوا
دونك الاسم واللقب مؤثر ميل والهاتف زيد عم الشيخ الستار الاولى حاولوا ما تاخذوش لي كاز نتاع بعضكم لقيت واحد بدا يكتب امشي لي بعده معنا أحلام وي لميا دخلوا بعضها إكسل دخلوا بعضها كيفاش هم قاعدين نكتبوا عاد لا بربي استني استني بون تماما هامي فما ترينر فما واحدة نحات الميل نتاعي لا 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 ما تاخوش حاجة مكتوبة ثبت مكتوب فيها ولا بربي اي لاني فما واحدة حتيت جوست قلت يمكن حبتتش لاني حط كي تحب لي كوردوني نتاعك زاد اون كا دو بوزوا فوالا ربي صار الاول بديت فيه ما تاخذوهوليش جيد جواهر سختي الوحده نتاعي كي جواهر نعلمو حتى تلاتة نعلموهم كيفاش يثبتوا قبل مليح لا ولا مادام كتبت من الاول وبعديك كتب مسيو مكرم وبعديك ريتو هو نقل بلاصتك علاش رجعت يا اخي ابارمون ما يظهرش كنت قاعد يكتب ولا كيفاش اعمل اكتواليزي اعمل اكتواليزي اعمل اكتواليزي باش تراو شكون قاعد هو يظهر اما كي تبدا الانترنت صغيره زينه يمكن بالروتار يظهر وكا هو أحلام وي عاود حط الميل تاعك هاي جولي في قولي انترنت يمكن زين ساعات لما يوصل تليفون شويه حطيته وي ظهر ولا اي تمام النمرو تاعك في كوريجي النمرو هلا بيان هكاك تجمو تقعدو اون كونتاكت بي عندكم رابط الاكسل تجمو تكملو بعض لي زانفورماسيون ناقصين ميسالش باش نرجعو لتقديم الاعمال دونك قبل كل شيء نحب نشكركم برشا على التفاعل وعلى المجهود اللي بذلتو ومحليكم كي تحكيو مع بعضكم هي اكيد هذه حلقه اولى نكتشفوا فيها في بعضنا معناها التواصل هو أهم حاجة ونبقاو بتواصل كما كتبت في الإكسل العنوان نبقى باتصال وهذيك الأهم يعني مش نعملو حصة تكوينية وباي باي 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 احنا باش نكملو نخدمو وإن شاء الله أو بشوي بشوية فما هدف في الأخير باش نوصلو مع بعضنا سسخا إن شاء الله أن جرون بروجي باش نخدموه مع بعضنا بحول الله في هذا الإطار به أي سيدي مجال العلوم مشكورين شكون اللي من مجال العلوم باش يقدم العمل لي خليك الميكرو مستوى سنة أولى لم يبون أنا مبارتاجي الإكران شكون مجال العلوم اللي باش يقدم العمل مش حاكين أحلام أنا كوني با بارتاجي مش بارتاجي داكور جو بارتاج داكور لحظه ملي خرجت قبيله تحت الثلج تحت الصوم هنا معنا
دونك يعطيكم الصحة مجددا. دونك بداية إن شاء الله يقع البناء عليها، هي مجرد بداية، واللي عندكم في نفس المجال باش نجموا تاخذوا تستفيدوا وتستفيدوا من بعضكم، استدعاوا في الحصة الجاية يكونوا معنا، نقول لكم شنو باش نعملوا بعد نصف الشهر. وما تنساوا زاد مع سيدتي لميا زميلتي عندكم نهار الجمعة الجاي بحول الله حصة في نفس المواد ساعتين ونص في إطار البرنامج التكويني هذا. شكون باش يقدم العام الله؟ يتفضل. أحلام الأسبوع المقبل باش يكون حصة على الموديل تي باك. فوالا راهو السامر موديل سامر، المرة الجاية الموديل تي باك ممتاز. هكا لميا جات ما حبت بيات، راهنا مراوحة بين النظري والتطبيقي. أي فوالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قدم لنا فريقك وقدم نفسك قبل ما تقدم لنا العمل، هذا هام برشا زيدا. احنا فريق مجال العلوم، عندنا مدام نسيت ما شكون اللي معايا يتكلموا ياخذ حلو حلو الميكرو مجال العلوم في مجال العلوم نعم دويبي مدام وفاء مدام امال العوني وسي مجيب سي مجيب ودخل معنا واحد يقاري سانكيام سعيد دخل معنا بكري نعم اخترنا السنة أولى مستوى المحتوى هو وقاية أعضاء الحس واضح القول أي واضح هدف هدف الحصة إدراك المخاطر التي تلحق أعضاء الحس وأهمية وقايتها هذا هدف الحصة مراحل الدرس كالعادة ننطلق من تهيئة اخترنا أنشود على اليوتيوب نجم زادة نخدموها على الكامبا الأنشودة زادة الإشكالية رصد الإشكالية ما كتبناهاش اللي هي باش نقولها معناها يا أما تكون على الباوربوينت وإلا على شفويا أن الأم دخلت على دخلت الأم فجأة فوجدت ابنها يتذوق طعاما ساخنا ماذا ستفعل ولماذا ويكون السؤال على الباوربوينت حتى يشارك الأطفال بس التصورات سيكون على الكلاس بوينت كيف اللي هو السؤال كيف تتعطل الحواس باش يكون في شكل سحابة تعرض على العارض ثم التحقق سيكون بالملموس هنا سنتخلى على الجانب التكنولوجي بأنشطة في القسم مثلا عصابة على وجه على عيني الطفل ويتحرك هل تستطيع التنقل بسرعة سيجيب التلميذ تجربة أخرى أيضا عندما نتناول طعاما ساخنا ماذا يمكن أن يحصل سيجيب الأطفال تحت أرق لسان نستطيع هنا أيضا نوظف الكلاس بوينت ننوع التجارب إدخال قطن مثلا في الأذن هل نستطيع أن نستمع إلى آلة الحاسوب أو التلفاز إلى آخره ثم نمر إلى الاستنتاج الذي سيكون على الباوربوينت شريحة على الباوربوينت نكتب فيها الاستنتاج أما جماعيا أو يكون حاضرا مثلا سلامة الحواس من سلامة أعضاء المسؤولة عنها يجب العناية بأعضاء الحس إلى آخره ثم نمر إلى التوظيف سيكون على منصة قبل التقييم التوظيف التوظيف هو استغلال المكتسبات السابقة مع الدرس في شكل ألعاب على Learning App أسئلة Learning App بها الكثير من أنواع الأسئلة هناك البازل هناك الربط بأزواج إلى آخره والتقييم سيكون عن طريق أسئلة سريعة على منصة الكهوت أو على الكانفا وشكرا لكم على الاستماع شكرا شكرا جزيلا على هذا العمل نمر للفريق مجال اللغات شكون مش يقدم ارفعوا يديكم زملاء مجال اللغات نشوفوا الأسماء حميدة بن عائشة
مرحبا يا مدام حميده. يعيشك. اقرب الاسماء مليئك مدام حميده في البارتيسيبون. شكون رفع اليد بربي باش نراكم اللي خدم معنا مجال اللغات. مشكورين مع مدام حميده. لك المجال مدام حميده تفضلي. بما أنه إحنا كنا أغلبيتنا مدرسات فرنسية في الابتدائي أغلبيتهم وإني الوحيدة في السيكوندير دونك وأنا زميلتنا عربية اتفقنا على أنه يكون الدرس درس conjugaison le passé composé donc le titre de la leçon découvrant le passé composé phase d'exploration donc proposer un texte court renfermant des phrases contenant des verbes au présent et au passé composé donc l'outil choisi pour la leçon DigiStorm, donc c'était un outil proposé par l'une de nos collègues. Alors, pour cet outil éducatif, permet à l'élève de faire observation, bien de faire la distinction entre une phrase dans laquelle le verbe est conjugué au présent, par la suite, une deuxième phrase dans laquelle le verbe est conjugué au passé composé. Donc, bien sûr, à travers les indications temporelles utilisées, il va faire la distinction entre le temps présent, c'est-à-dire un verbe qui se passe maintenant au moment où l'on parle, et le temps passé, une action achevée et terminée. Par la suite, on passe à la phase de l'interprétation. Donc, l'élève est censé interpréter dans quel état ou bien dans quel cas on doit utiliser le passé composé. Ceci se fera en groupe. Donc, les élèves vont créer des petites affiches qui vont lever pour exprimer la valeur du passé composé. بون احنا ما كملناش الخدمه نتاعنا من بعد قلنا نتعداو الفاز دابليكاسيون اللي هي الاكثريه مش نعديوها معناها ا ترافير كاوت او بيان كويز دونك اون فا بروبوزي اوز ايليف دي فراز افيك دي فيرب كي سون ان انفينيتيف اي اون فا لور بروبوزي دونك تروا ريبونس باغ اكزومبل ان فيرب لو ميم فيرب كي كونجوغي او فيتور او بريزون اي او باسي كومبوزي اي سي ا ليليف دو شوازير لا بون فورم دو فيرب واضح من بعد نتعداو ما تمناش اما سيتواسيون فينال قلنا نعملوا مايند ماب اللي فيها التلميذ مش يقول كيس كي ا ريتينو دو سيت لوسون دونك اون فا فوار اس كي لا لا لوسون او نو ا ترافير بيان سور مونتال تاك مونتال خريطه ذهنيه ممتاز يعطيكم الصحه يعطيكم الف صحه بارك الله فيكم على العمل وعلى المجهود ان شاء الله انتم استمتعتوا زيادة بالعمل اللي مبعثكم باش نرجع انا علاش حكيتوا الاكسل كما تحبوا انتم احنا المهم مش كيما احنا انتم هين برشا زميلتي معناها اللي شاركوا معايا في الخدمه ان شاء الله يكونوا راضيين على تقديمي يعني هذا برافو مدام حميده وسي شكون اللي قدم في الفريق الاول مدام ذكرني بالاسم اللي كتب الفريق العلوي نعمة ذويبي نعمة ذويبي كيف تصفيق عليك تصفيق على كل المجموعتين الاكسيليفي للغرض انا نحبكم تبقاو ونحبوا احنا تبقاو على تواصل لتجويد هذا العمل ولما لا اذا عنده واحد هو سيناريو في قسمه يخدم على الماده نتاعو يعطينا سيناريو بتوظيف تكنولوجيات المعلومات الاتصال كل واحد حسب الماده اللي قريها كوم سا احنا بشويه بشويه باش نعملوا اون بانك دو سيناريو تستفيدوا منه انتوما لما لا بقيه المربي كبدايه هذاك علاش عطيتكم لي كوردوني نتاعكم تنجموا تاخذوا الاكسل هذا عندكم الرابط نعاود نحط لكم الرابط يا جماعه حلوه خليوه عندكم في القهوه كي تدخلوا الدرايف نتاعكم اخر حاجه دخلتوها تو تلقاوها باش هو تو باش نقترح عليكم فقط لمواصلة العمل بعد نصف الشهر مدام لمي عندكم موعد مع الجمعة المقبل على نفس في نفس التوقيت إن شاء الله مع موديل تيباك كما ريتوا مع سامر مدام لمي مش ترى مع موديل تيباك مازال فما بارتاج ديكرون ظهر الكرون تاعي أي موجود نعم شكرا يا لمي أنا باش نقترح عليكم مع التجويد العمل اللي قمت فيه وي لميا وي نعم قلت لي حاجه عاش علاش تبدل لا هذاك مسخيل شكون كلامي مش مشكله
به فما حاجة صارت بروبليم تكنيك ماهيش مشكلة نكون انترنت ماش نحبكم تكتبوا لي في الكونفرساسيون مع تقديم وتجويد العمل اللي قمتوا به حاولوا تتصلوا ببعضكم ونجودوا اكثر ولا اللي يخدم المجال هذاك بالذات يحسن لنا العمل هذاك باكثر تفاصيل واكثر وضوح. وبالنسبة اللي قري مادة اخرى سواء اعدادي ولا ثانوي ولا ابتدائي زاده يزيد يعطينا سيناريو في مادة من المواد اللي قرر فيها هو تصوره هو نثريو به اللقاء الحصة القادمة نبدأ به كانطلاقة لمواصلة البناء على الحصة هذه. ومع هذه بشكل واحد باش نختاروه بالنسبة لما عندوش فكرة على الأدوات باش نبدأ بأدوات بسيطة لكن تخدمنا على أكثر من مرحلة. يعني كنقول مثلا منتيميتر نجم في نفس الابليكاسيون نلقى انواع مختلفه من التمارين اللي تنجم تخدمني في مراحل مختلفه من الدرس. دونك عندنا اوت ديمتر سي سلايدو دي بادلت كل واحد باش يكتب لي اداتين اللي باش نخدم عليها مره جايه. ما نجموش نكثروا اكثر من اداتين لا. هذاك مقترح اولا لان معنا ادوات اخرى ومجالات اخرى ان شاء الله نخدم عليها. اختاروا لي واكتبوا لي في الكونفرساسيون شنو على شنو تحبوا نخدم المره الجايه باش نراهم كيفاش نجموا ندرجوهم في مراحل الدرس كيفاش وقتها نقوم بانشاء تمرين تفاعلي ولا نشاط باستخدام هذه الادوات في درسي في كيفاش ندرجها في سيناريو بيداغوجي في تمشي بيداغوجي خاص بالدرس تاعي في مرحله من مراحل في مراقي الدنيا ولا مراقي عليا كيما رينا في التطبيق التحليل في الابداع كيفاش نستعملوا هذه الادوات. اختاروا لي زوز تو نراو اكثر وحيد حضرت الباوربوينت نعش على الكلاس بوينت نعش علاش only for the first question are available during the session. احلام اي بازيك نعم لميا مدام يجاوبوك على السؤال هذايا خذ اللي طالبين الكلمه عندك مدام جيد جواهر وعندك مدام ويصال التومي طالبين الكلمة. ابدأ بلولة لميا تفضل مدام جواهر تفضلي. نعم مدام جوست بكري الكيب متاع اللغات هزت يديك علاش مرحبا مرحبا اليد الثانية لميا حتى ويصال هبطت اليد مع شعينة بشكل دكا من اكتبوا لي في الكونفرساسيون شوفوا معايا الكونفرساسيون لميا نختاروا إذا كاوت منتيميتر بويكاند الناس بها السماء زميلتي خارجة سلمت عليها سلايدو بادلت فوالا تكلمتيلي مشكلة فوالا به نرى الكونفرساسيون لحظة شنو ما أكثر وحيد حبيت نعمل باش تعملوا نختاروا كورس بالبورسنتاج باش نعاود نحاول محاولة بالكلاس بوينت باش تختاروا أنتم أنا عش علاش ما تعداليش أنا باش نعاود نشوف أنا ما عنديش حق أكثر من 5 سلايدات مش مشكلة كان استعملت حاجة أخرى أخير رجع لي بازيك الكود بتاعي في الكلاس بوينت ده دي ستور بادلت سلايدو كاوت سي اي بي مفهمتش دونك جونات سلايدو كاوت سلايدو بادلت سلايدو كاوت سلايدو حاضر بقوة وكاوت حاضر بقوة هذا اللي لاحظته كاوت منتيميتر بادلت كاوت بادلت دونك الكاوت حاضر بقوة وسلايدو كاوت نرى الكاوت بحول ليه بشتروا فيه حاجة جديدة كيفاش تخدموا فيديو فاسون اسينكرون حاجة الباهية في كاوت أو كلاس بوينت نجمو نخدمو هكا طريقة تنظيمونية مع الكلام ده لكن ما تجيبش تعطي رابط باش يخدموا في الدار ولا في مدة زمنية معينة الكود نجمو
تونا راها في الحصة الجاية إن شاء الله. كيف كيف سلايد خولنا من عدة أنواع من التمارين التفاعلية. جو في سي دي سيري لو تابلو اذا بوسيبل خاطر حضرت الكلاس بوينت باش نعملو النشاط الاخير. مش مشكلة تعطلت الكلاس بوينت. دونك جو نوت بيان سلايدو اي كاوت للحصة القادمة إن شاء الله. تاكوردو حلو الكاميرا اللي عنده كاميرا باش نعملوا تصويرة نهائية وتكتبوا لنا في الكونفرساسيون رأيكم في هذه الحصة في كلمة كلمة كلمتين وفما شي مقترح. وإذا حاجة ما عجبتكمش قولوا لنا كيف كيف للتحسين والتطوير. قلب ميرسي. تجمد حلو الكاميرا تو نعملوا حلو حلو الكاميرا للماكسيموم خلينا نعملوا القاعة وناخذوا نعملوا صورة بها تقعد لنا. فوالا مرحبا بكم نورين. دام نعمة زميلتي لم يوتا دام حميدة هلو هلو أهلا بكم يعطيكم الصحة. في نفس الوقت وحنا نراو فيكم دونك شكرا شكرا تشجيع مسالش حتى النقد البنارة ومرحبين قبلوا إذا فما اقتراح يعطيكم الصحة شكرا جزيلا. ديجا لميا عملت لكم عن بخير ميكخون باهي لميا يعطيكم الصحة ميرسي بوكو. دونك انا بعد اذنكم جو في اريتي اوسي تاو لونجستمون باش تقعد لنا التسجيل وتلقاو في الكونفرساسيون. فوالا اريتي.